في بعض الأحيان وأنا أصلي إذا جلست بين السجدتين أريد أن أقول الدعاء المأثور في ذلك، فأقرأ التحيات سهوا، فهل علي في ذلك سجود سهو؟ أرجو أن تفتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. نعم، من أتى بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ التحيات في السجود أو يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع أو سبحان ربي العظيم في السجود وما أشبه ذلك، فإنه لا يجب عليه سجود سهو، ولكنه يستحب له أن يسجد للسهو. إذا سجد للسهو في هذه الحالة فهو أحسن، وإن تركه فلا حرج عليه.